بانتظار نشوف العلامات اللي حصلت عليها من اللجنة الحكم. إن شاء الله بالتوفيق يا روزي. ثواني. شكرا روزي، تفضلي. مها المشترك الثانية، بنتذكر بلقطات سريعة مرور الأول. ترجف مها، كل ما نقول اسمها بتعبس. ان شاء الله العلامات اللي بتحصل عليهم بخلوها تضحك. ثواني وبنعرف هذا الشيء. شكرا مها. بليز. هلا كيف كان اداء المشتركه اليونور من لبنان؟ خلينا نشوف سوا. اليونور رقصت كتير منيح، رأي اللجنة كان كتير منيح كمان، إن شاء الله العلامات يكونوا كتير منيح. ثواني وبنعرف هذا الشيء، ببين على الشاشة. شكرا. تفضلي. تذكير سريع بمرور سارة. سارة، نحن أكيد نتمنى لها تضل معنا. إن شاء الله العلامات اللي بتحصل عليهم يخولوها التابع بهالمنافسة الحلوة. العلامات. شكرا. تفضلي. باقي ثلاث صبايا من أصل سبعة، وبشكل سريع رح نتذكر أداء ليزي. ليزي صاحبة الوجه البشوش والشعر الطويل، كلنا بانتظار نشوف العلامة اللي حصلت عليها ليزي بمرورها الأول. ثانكيو. جولشان من تركيا، كيف كان مرورها الأول ضمن هزيا نواعم؟ بنشوف سوا. من تركيا،
بانتظار تعرف العلامة اللي حصلت عليها. لحظات بتبين العلامة. Thank you. وبيبقى نشوف منى كيف كان أدائها. بذكر انه رقصت حلو منى، ان شاء الله تتحقق كل احلامها وتستمر معنا بهالبرنامج الحلو، بس العلامه هي اللي بتحكم. لحظات جمع طرح طلعت العلامه. شكرا منى، تفضلي. الاوقات السعيده دائما بتمر بسرعه على عكس اوقات الانتظار اللي بتمر ببطء كبير. وصلنا لختام سهرتنا، وبأول امتحان لهالصبايا السبعة اللي مروا أمامكم اللجنة وضعت علاماتها، وعلى أساسها رح يبقى معنا خمس صبايا وتغادرنا صبيتين حلوين. أكيد بنتمنى لهم سلف كل الحظ والتوفيق. أول مشتركة رح تكمل معنا المشوار هي، أنا أعطيوني الورقة، هاي المهمة بكرهها كثير، بس هيدي قوانين اللعبة. أول مشتركة هي ليزي. تفضلي ليزي من إستونيا، رح تكمل معنا أكيد. أما تاني مشتركة إليونور من لبنان. أما تالت مشتركة هي منى. الرابعة، بعد في أربع مشتركات، اثنين منهم رح يكملوا، اثنين رح يغادرونا. سارة بتبقى معنا. ثلاث مشتركات مثل ما قلت، اثنين رح يغادرونا وفقط وحدة رح تكمل معنا على طريق النجومية بهالمنافسة. مها روزي جلشان. مها من مصر، روزي من سوريا، جلشان من تركيا. مين؟ أنا بعرف الجواب. اللي بيبقى معنا يوسف الخال. لا عم بمزح. الصبية المشتركة اللي رح تكمل معنا هي، رح يقشط ضغطها، هي مها. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ناس بتبكي وناس بتفرح، ردات الفعل الطبيعية اللي عم نشاهدها دايما عند إعلان أي نتيجة بعد أي امتحان. الطريق بعده بأوله والطريق طويل، وهزي أنا واعم برنامج مستمر. ودعكم أنا الليلة على أمل لقاء الأسبوع المقبل بحلقات جديدة ولوحات راقصة مختلفة ومنوعة. إلى اللقاء، تصبحوا على ألف خير.